الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أسأل ربي في عليائي أن أشكر لكم إحسانكم معي وصبركم علي. سامحوني قد تأخرت عليكم، وكان التأخير لمصلحة ما، يعني المسألة فيها تحقيق مقاصد الشريعة، فأستغفر الله على التقصير في حقكم والاستطالة عليكم في مسألة الوقت وأنتم تصبرون علي، فهذا شكر الله لكم هذا الفضل الذي فيكم من خلق. ولكن كما قلت أنتم ترون كانت مصلحة من مصالح ومقصد من مقاصد الشريعة لابد أن يعني يتحقق. ونبدأ في الدرس. قبلها شيخ ياسر، وين هو؟ ليش غبت أمس؟ شيخنا معايا واحد في الشغل. ما عادش بقى واحد أو واحدة يشيلوك ويجوا بيك، ماليش دعوة. ما فيش بقى، عندكش أي عذر في هذا الباب. تخلف عن الدروس مهلكة. شوف انا بكلم اخ بيقول لي معلش انا بتقطع في الدروس. قلت له خلاص انت لبن رايب، يعني اللبن عندما تاتي المراه وتجد انه قطع ايش بتفعل فيه؟ يعني لا ده اقصى مصلحه منه يتحط في المش اللي محدش بياكله غير يعني غير الوحوش، صحيح ولا لا؟ يعني ما لا يمكن يوضع في شان الا بس فقط ده بيضحكوا. ما هو ما اصلا لا يأكله إلا من انصدم عقله، يعني ما فيش عقل مش موجود. حتى هيئته عندما تراها يعني لها ما لها من الخير الكبير الذي يشرح الصدر وهو بيأكل. فيبقى ده أقصى منفعة في اللبن المتقطع. وطبعا مش الرفعاء من الناس، يعني أوسط ناس بيعملوا إيه في اللبن المتقطع؟ برضو لا بتعملش جدا. يبقى بيغش الناس للبيت بقى عشان يهلك، يعني انت اصلا بتهلك الاخرين، يعني المساله كلها. شيخنا مش هيحصل تاني ان شاء الله. هو خلاص هو بيقصر المسافه وهي مش هتقصر. لا ان شاء الله مش هيحصل. ما انا بقول لك انت بتقصر المسافه وهي مش هتقصر، لان اصلا بضرب المربوط يخاف الايه؟ السايب. عشان اصلا يعني نصير يرى يعلم ده، يعني شو نصير فهم فوضع يده على طول، رفع يده على طول. لانه انا اصلا ما ارى طلبة للعلم يثمر مع تقطيع. شفنا والله الساعه 3:30 لحد الساعه 2:30. شيخ افهمني شيخ، اقسم بالله موت هنا اجلس. والله لو انت الارهاق قتلك ستسمع كلمه واحده ستبنى عليها بنايات. قدر ما انت فيه تفز. هذول حاجه بس خايف. تفضل لما فيش. والله النوم في مجالس العلم مريح. هو هذا اللي عنده أرق يجي. شوف شيخ، انا ساقول لكم شيء. معظم خسارات الناس ايه؟ جهلهم بتقدير من امامه وتقدير ما هو فيه. كلما كان جاهلا في تقدير ما هو فيه وجاهلا بتقدير من امامه خسر خساره لا ربح بعدها. كلما عرفت قدر من امامك وعرفت قدر ما انت فيه كلما علوت. يبقى معنى كده فتح الله لك بابا لتربح منه، وكلما سد الله عنك الباب أن تفقه ما أنت فيه وقدره وتفقه من أمامك وقدره، يبقى إذن الله ما أراد بك أن تعلم. وأنا ليس من عنديتي نفسي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش وإيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: كل ميسر لما، والله يهيئ الأسباب. إن الله إذا أراد شيئا هيئ له إيه؟ أسبابه. إلى الإفصاح. شوف هنا أو شوف إجابة أجنبية. الحليب بيعملوا بيه زبدة وأشياء كثيرة، يعني بتكلمنا عن إحنا باعة متجولين. أنا بقول اللبن المتقطع مش هتفهمني لأنها الجزائرية. إيش؟ اللبن الإيش؟ داخلين بص كله عايزين يغشوا في البيع. لبن متقطع. لما المرأة تأخذ اللبن تقول اللبن قطع. انتوا مصر، انا بكلم مصريين ولا بكلم نوم؟ تورة بابا. هو في سيدة هندي؟ انا بكلم سيدة هندي ولا بكلم مصري؟ بغش بمين اللي ياكل؟ بقول لك متقطع. شيخنا المجرد بيقطع عندهم بيحط عليه يود يعملوه جبنة قريش. بيحط عليه؟ يود يعملوه جبنة قريش. يود؟ اه وفورمالين. يعني
مش لسه شكله ايه؟ عن قريش ما تتعملش الا بلبن واقف. ممتاز. وتكون طب اسمعني وتكون نافعه ناجعه. بجيب اللبن لا اصبر بس انت تسكت خلاص خلينا متخصص نكمل. اسكت وانت متخصص؟ طب اتفضل. اللبن قبل شيخ قبل ما يخش البرد بيتجاب بيتحط في حاجه اسمها شارع زي شارع. انت عارف يعني ايه لبن متقطع شيخ؟ يعني ايه لبن متقطع؟ انا اللي بقطعه عشان اعمل بيه فاسد. سيبك بقى انت كمان ده بيفسده. يعني ايه لبن مقطع يعني ايه؟ يعني ايه؟ اصبح ايه؟ يعني لبن تحول لجبنه ما يبقاش فاسد يعني؟ لا دول مش متخصصين، ده اللي زي دول هم اللي اصلا ده عدل. يبقى هم دول اللي بيغشوا الناس في البيع. يبقى هؤلاء القوم يغشون الناس بيعا. لازم يكون لبن سليم، لازم يكون لبن سليم عشان تعمل جبنه. انا اصدقك فطره وفهما انما البشريه دي بشريه حراميه. يكون لبن سليم وانا ادخل اعمله جبنه بوجود لازم لا بد ان تفهم شيء. بس تسكت بقى انت تسكت خالص. انا بقول لك الفطر تأوي الى ذلك. يعني رجل يقول اصنع شيئا جميلا من شيء فاسد، يؤسس الفساد ليبني عليه جمالا، وما بني على فاسد فهو فاسد. ما هو عشان يبقى انت بتوافق الرجل اهو، لان الرجل قال لا يمكن ان تصنع الجبن الا بلبن صحيح مش فاسد. اصبر بقى اصبر حفظنا الله واياكم. انا اكلم انتم مش نساء لكن بتفهموا يعني ايه شبه لبن مقطع. فاهموا ده اصل النزاع، انا عندي اللبن المقطع ده لبن فاسد، لا يشرب، اتخرب، صح؟ ده اللبن المقطع. الان بقى انت بتقول لا اصنع الجبن الا منه. ما هو ده اللي بنتكلم فيه. انا بقول له وصف النزاع عشان نمشي فقهيا صحيحا. الان انا الذي اعرفه تجربه، بتكلم عن التجربه اهو الان، انه انا اشرب اللبن صباحا لما اجده يعني له رائحه حتى يبقى لا يمكن ان اشربه، ففي فساد معين. هو بقى لو عايز يتكلم عنده فقه يقول لي الفساد مراتب ومنازل، فاول مراتب الفساد ممكن يصلح منه نصلح منه كذا، اما وسط اما المرتبه الوسطى ده لو بيفهم. لكن دول شغالين حراميه الاثنين ما عندهمش اصلا. طالما قالوا ما فيش مراتب يبقى ياخدوا الفاسد يصنعوا به شيئا يقولون نبيعه للناس. شيخنا لو حضرتك اكلت القشطه ما عندهمش تفتي الفتوى دي خالص. من مين دول؟ انا اصلا انا اقترب منهم بحال من الاحوال، انتهى موضوعهم كده. انا فهمت الرجل ماذا يصنع كده، خلاص انتهى. حضرتك حطيت ايدك على النقطه. هو لو في الاول فاسد في الاول بيتعمل، لو فاسد في الاخر ما بيتعملش. طب هو يعني وافقنا في نقطه والان انا بقى بتكلم اللي بيتقطع عن الدروس الفاسد في النقطه الاخيره عشان ننتهي عشان نخرج. الذي يتقطع في في انا 14 سنه سامحنا شيخنا في المجال 14 سنه تغش الناس لازم اللبن حضرتك اصبر مني اصبر. توافق على ان الفساد مراتب ولا هو كل ما فسد تصنع منه الجبن؟ انا لا انا سامحني انا ما بفكرش بلون الفساد. اصبر. يبقى احنا اتفقنا في نقطه وافترقنا في نقطه. اتفقنا انك لا تصنع الجبن من الفاسد بل تصنعه من الصحيح، صح؟ وافقت الرجل خلاص. لما تفهم ان انا عارف اقول لك فقهي خليك فقيه وانت بتتكلم. يبقى انت معنى كده عندك ان صنع الجبن لا يكون من الفاسد. اتفقنا بس فستأتي ستأتيني الآن على نقطة النزاع اللي بيني وبينك بقى. نقطة النزاع أن التقطيع ليس فسادا. بقى هنا بقى أنا لا أصدقك واقعا أمام عيني اشتماما وشربا. شم الريحة في اللبن دي لكذا أمر مش أمر واحد بس. أول حاجة في منهم بيحط دواء على اللبن عشان خاطر يديله مدة إيه؟ يعني فسده، يعني غش، يعني في فساد، يعني هترجع لقولي مرة ثانية. ده المفروض كده. غير القلش. الأمر الثاني إن مع الجو الحر اللي إحنا فيه دواء اللبن الوحيد اللي ما يتغيرش اللبن اللي عند ربنا. لو لسه لازم يتغير. يعني اللبن عند ربنا. لازم يتغير. شيخنا اللبن مهما لو يعني لا يا اللبن عند ربنا تقصد لبن الجنه. يا لبن الجنه ممتاز. اما اللبن بتاعنا مهما وصل لدرجه عاليه من الجوده مفيش بعدها، مجرد ما ينزل من الجاموسه في الجو اللي احنا فيه ده يتغير في خمس دقائق. اصبر بقى. اي تغيير؟ التغيير له مراتب. تغيير يفسد به اللبن وتغيير لا يفسد به اللبن، صح؟ هنا بقى المرء يعاف ان يشرب باي تغيير، دي عنده.
لكن لا يستطيع أن يقول أنه فسد. فتقول هنا التغيير الذي يفسد به، تصنع به الجبن. ممكن تصبر، ممكن تتعلم في النقاش، عندما يكون النقاش موجودا والنقاش مثمر تفهم السؤال لتستطيع الإجابة، تصنع الجبن مما كان تغييره مفسد، يكون مفسدا له. ممتاز. يبقى احنا اتفقنا كلنا اهو على انه لا يصنع ما يطعم من شيء فاسد. فهمت؟ انا بقى مقصود الذي يتقطع عن الدروس فسد. فهمت ولا؟ انا بس اوضح بس في المساله عشان محدش عارف مثلا عليه. ما ايوه هيك بتغش ما يعرفكش، ما تخافش، ما حد يخوانك. مسألة حلال وحرام ممتاز. هنا بقى اذا كان الفساد كما تقول الفساد غير مؤثر كما يقول بانه لابد يتغير، فاهمني؟ قد يعافه المرء، ومن عاف شيئا لا يحرم بانه يمتنع عنه. ان السلام عفى الضب واكله خالد بين يديه، فاهمني كيف؟ هذه تتفاوت بقى مراتب الناس في ان نفسه تقبل عليها او لا تقبل. لكن في نقطه اسمها نقطه اتفاق، نقطة الاتفاق الفساد الذي يضر. انا مش عشرة باللبن ده، لا يمكن بحاجة. هو ده اللي بتكلم فيه، هو هذا ده اللي انا بتكلم فيه، فهمت؟ فلذلك خلاص خلينا بقى في الثمرة. فلذلك التقطيع في الدروس فساد بعده فساد. لما؟ لانه الانتظام غير موجود. يبقى الترسيخ العلمي لا يمكن ان يتكامل، لانه العلم مرتب يا اخواني، العلم مرتب، فان لم تستطع ترتيبه لن تثمر. ولذلك هو في شيء اسمه اختبار من الله للعبد الذي اراد ان يكون حقا في مصف الورثه. انت هتكون وريث، الذي يكون وريثا بيوضع في اختبارات، مش اختبارات لبن بقى، ده اختبارات معصره من اجل ان يصل الى ان يكون وريثا. من هذه الاختبارات مساله الايه؟ الملازمه. الشافعي ما قالها اعتباطا عندما قال وملازمه استاذ. فانت ان لم يكن فيك الملازمه لن تثمر علما بحال. ان لم يكن فيك الملازمه لن تثمر علما بحال. وان لم يكن فيك الذكاء يكتب هؤلاء الذين يكتب يقال فيهم هؤلاء القوم اشقون جلسوا. لكن هل يؤتى الذكاء لو كان صادقا يؤتاه؟ لان فتوحات الفهم ليست من العبد، وفتحات الفهم مش فوق تحت او في الوسط، فتحات الفهم في القلب. ام لهم قلوب ايش؟ يعني الفقه والعقل كله وين؟ في القلب. ولذلك ابن عباس قال ويؤتى المرء الفهم في ايش؟ بنيته. والقلوب قال في الايه الاخرى لا يعقلون بها. فالمساله لابد ان تفهمها في هذا الباب. فالمرء اذا صرحت النيه وصدق العمل ارتقى، انتهى، ختم عند الله جل في علاه. وله ان يعرف ذلك بما يكون هو به. يريد يعرف، هيعرف من حاله هيصل ولا مش هيصل. ليش؟ لان انت عندك اصول عقديه في حسن التعامل مع الله. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما، فحالك سيدلك على مآلك. فانظر كيف يسيرك، فانظر كيف تخط الخط وكيف تسير. وهذا كما قلت هذا لا يمكن أن يقاس ببعض ما يعتري المرء مما يعتريه من سقطات، من هفوات، من زلات، هذا كله وارد. ليه؟ لأنه ده اسم النوع البشري، بشرية الإنسان. لك تريد تعرف كينونة ما أنت فيه، انظر ما وضعك الله فيه. وإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. فهمتم ما نقول؟ ولذلك العرب أفقه منا بكثير، قالوا من أدام الطرق ولد. هم يقولون حال السائل إن كان صادقا في السؤال لا يتقطع. ليش؟ أنهم قالوا من طلب شيئا وجده، ومن أراد شيئا جد في طلبه. من طلب شيئا وجده، ومن أراد شيئا جد في طلبه. وسبكي أزالها بهذا، من أدام الطرق ولج. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالمسألة ليست بالهينة في هذا الباب. أردت أن أشير إلى أن هناك حقوق تؤدى
مهما يحدث بعد ذلك الأمر علاجه عند ربك جل في علاه. لكن أنت الخطر العظيم أن تقف فتنظر في حالك فتتذكر في قول الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه التي لابد أن تموت وأنت تراها، لابد أن تموت وأنت تراها. والمسألة عشان تفهم، المسألة منهم قبل أي شيء، طبعا من الله تقديرا، منهم قبل أي شيء. قال ولو أرادوا الخروج. عشان كده أنا لا أعذر العوام، ولذلك أنا بقول الروافض عوامهم وعلمائهم زي بعض في الحكم، خليني ما أقولش حكم تصريحا، لكن إيه كلهم زي بعض. لأن لا يمكن لعامي أن يعمى عليه كل هذه المدة ويبقى ما يأتي حتى ريب وشك في صدري. واحد عمال للنهار يسب عائشة ويطعم في فراش النبي وبيكفر بكر وعمر، وتقول لي العوام لا يفقهون. يفقهون إيش؟ ده لابد يكون في ريب في الصدر، ديمومة الحال، فالتعمية. ولذلك أقول دائما وافق شن طبق وافقه فعانقه، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني الله بيقول لك حالهم يبين ومع حالهم بالتقدير الأسبق ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اصدق الله يصدقك، التعامل مع من فوق العرش هو هذا. ولذلك قلت لك دعك من أي شيء لكن تجرد بالنظر إلى السماء سترى الأعاجيب. حتى ولو كنت أنا قلت لك أنت أحوالك ثلاثة، أحوالك مبتلى بالسراء، مبتلى بالضراء، مبتلى بالمعصية، مش دي الأحوال الثلاثة؟ هل يفوت أحد منها؟ ولكل عبادة. نعم، طب عبادة ترى فأنها عبادة، هو المعصية أيضا لها عبادة. أنا لها عبادة، وش العبادة؟ سرعة الفايقة والتوبة. الله يعلم الله من صدق قلبك أنك تريده هو، وتقول رب ارحم ضعفي فقد زللت، انتهى كل ده. انتهى لما؟ لان انت اصلا تتعبد، هذه عبادة. كل حال فيه الانسان له عبادة، الموفق بحق والمسدد ان الله يفتح له طريق العبادة التي هي تناسب الحال الذي هو فيه. والثلاثة لابد ان يجتمعنا مع طالب العلم، صبر شكر أوبة وسرعة فيئة، لابد طالب العلم يعني تراه يتقلب في هذه الأحوال الثلاثة، فإن كان مما يتقلب فيها فهذا الذي وفقه الله جل في علاه وصار موفقا مسددا، غير ذلك فسلم عليه سلاما كبيرا ولا تكبر عليه تسعة. حياته إن شاء الله تكون في الخير بنيته الطيبة. إلى الإصحاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب الصلاة، قال واتفقوا على أن الإتيان بالسلام مشروع ثم اختلفوا في عدده، فقال أبو حنيفة وأحمد هو تسليمتان، وقال مالك واحدة ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا، وللشافعي قولان الذي في المزني السلام كمذهب أبي حنيفة وأحمد، والقديم إن كان الناس قليلا وستكون وسكتوا أحببت أن يسلم تسليمة واحدة، وإن كان حول المسجد ضجة فالمستحب أن يسلم تسليمتين، واختلفوا هل التسليم من الصلاة أم لا، فقال مالك والشافعي وأحمد هو من الصلاة، وقال أبو حنيفة ليس منها، واختلفوا فيما يجب منه، فقال مالك والشافعي التسليمة الأولى فرض على الإمام والمنفرد، وقال الشافعي وحده وعلى المأموم أيضا، وقال أبو حنيفة ليست بفرض في الجملة، واختلف أصحابه في فعل المصلي الخروج من الصلاة هل هو فرض أم لا، فمنهم من قال الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها بتعمد المصلي فرض لغيره لا لعينه ولا يكون من الصلاة، وممن قال بهذا أبو سعيد البرزعي، ومنهم من قال ليس بفرض في الجملة منهم أبو الحسن الكرخي، وليس عن أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه، وعن أحمد روايتان المشهور منهما أن التسليمتين جميعا واجبتان، والأخرى أن الثانية سنة والواجبة الأولى. بس خلاص، شوف هنا أنا بس أنا أحب التخصص أحب العلم. موسى هنا تكلم 14 سنة راحت على الفاضي. موسى العيسي يقول لا غلط الكلام، اللبن فاسد غلط، اللبن لا يكون فاسدا إنما يوضع له مادة أكسيد الأسيد،
طبعا معنى كده ان ده كيميائي او هو يعني على الاقل في تخصص يوضع له ماده اكسيد الاسيد تؤدي لتخثره وتحوله الى مصل ومن ثم تجميده وتقطيعه. اما اللبن الفاسد لا يتحول الى جبن باي حال من الاحوال. جرب تضع ملح الليمون على اللبن ثم اغليه وانظر يا ابن الفطر والفهم. الفاسد يفسد. وانا اقول لك علم الفقه يدخل في علم البرتقال. كل من اتقن علما يستطيع ان يدخل في العلوم كلها. الرجل النحوي قال له سهى الرجل فسهى في سهوه عليه كم سجود؟ قال ما هو الا سجود واحد. قال من وين اتيت انت بهذا العلم؟ انت عندك رجل نحوي، من وين بقى من علمك اتيت بهذه الفتوى؟ اصاب في الفتوى اصاب فيها. قال المصغر لا يصغر. من اتقن علما يستطيع. انت تبني لي على حاجه فاسده تقول لي هطلع لك منه؟ انت فاكر نفسك جيش اللي هو الاخ اللي هو العسكري بيقول له هطلع من فسيخ شربات؟ طب في فسيخ بيطلع شربات؟ ها؟ عن ايه؟ لا يعني انا اقصد لو واحد اخترع عندنا وادعى ان الفسيخ بيطلع شربات هيطلع شربات؟ ملعب هيطلع شربات مملح. شربات مملح ماشي وتبيعه رجه بعد كده. صح؟ فهذه امور لا يمكن تتصور. عشان قلت لك لو علميا يبقى لابد ترتب الفساد الى مراتب. هنا انا اهم شيء عندي وصلكم ما اريده ان التقطيع في طلب العلم لا يفيد طالب العلم ابدا. هو لا يفيد من ناحيتين، لا يفيد ظاهرا ولا يفيد باطنا. لا يفيد ظاهرا، لا ينتظم معه العلم، والذي لا ينتظم معه العلم ايش اللي يحدث؟ واحد بيسمع كلمه ومؤمن بكلمه هيعمل ايه؟ مشوش، وكل علمه هيكون معوج. وباطنا استغفر الله، انا لا اعلم البواطن، انا بتكلم على القرائن، هذه فيها دلاله على انه مش صادق القلب. وايش؟ لان صادق القلب لا يستطيع، لا ياوي الى فراشه في شيء عنده. يعني اصلا الدرس كان منعقدا وانا كنت اريد الدرس، وبعد ذلك حدث ما حدث ما ذهبش الدرس. اقسم بالله انا دارس على اقول لك شيء بقى ده خفي، لكن كنت في البلكونه ويعني عالي والله كان يهيئ لي ان انا اقرب نفسي من البلكونه، اني شاعر بان هناك من يسمع ويستفيد وانا جالس هكذا ما عندي شيء. الموت كان اقرب ما يكون لي، ساموت ماذا افعل لولا ان ابدلني الله بشيء اسمعه دون يعني هو طبعا دون ما انا فيه، لولا انه ابدلني الله بشيء اسمعه ما ارتحت نفسي قط. فالتقطيع معناه انه اصلا ما صدق الله في ايش؟ فيما يريد، لانه خلاص هيتقدم الناس. هذا الذي قصدت ان ايه؟ ان ابينه. وانت اتفقت معناه في انه الفاسد لا يخرج صحيحا. فهمت كيف؟ خليك بقى مع اكسيد الاسيد اللي كان فيه الاخر. ها؟ خلاص بينا ذلك. طيب. هنا يقول في الافصاح: واتفقوا على ان الاتيان بالسلام مشروع. هو الزاد ما معنى مشروع؟ مشروع هو اول درجات الايش؟ الجواز. فيكون مشروعا باتفاق وباجماع. وهذا عندما يصدر المصحح، احنا قلنا من دقة النظر أن تنظر لكلام من؟ المصنف، لأنه رجل أصلا أتقن العلم وتضلعه لم ينصف في ذلك. وطبعا لما يعطيك هذه إشارة منه في الكتاب أنه لا يتكامل العلم إلا بالاطلاع على إيه؟ على أقوال العلماء، الخلاف بين العلماء. زيك النخعي قال لا يحل لأحد أن يفتي ولم يطلع على الخلاف. لا يحل لأحد أن يفتي ولم يطلع على الخلاف. لا يتضلع العلم من لم يطلع على الخلاف، كما قال ابن المنذر وغيره في هذا الباب. فهنا هو معناه لما يقول ان الاتيان مشروع، معنى ذلك ان الخلاف سياتي. طالما قال لك ادنى درجات الاتفاق، يبقى عندما تعلو لابد ان تجد خلافا، لابد ان تجد خلافا بين العلماء. فالاصل في هذا الباب في قول على ان الاتيان بالسلام مشروع، الاصل في ذلك قول ان النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طبعا هذا انا صراحه ارى ان الاستدلال بالحديث فيه نظر. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث طبعا فيه نظر ونظر مردود عليه. هل أسألكم ما النظر وكيف الرد عليه؟ النظر طبعا هذا الاستدلال فيه نظر. لما؟ لأنه هذا الحديث فيه إظهار ما يجب، فيه إظهار ما يجب. لو قال تحريمها التكبير، يبقى إذن لا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا
بالتكبير فالتكبير صار ايش؟ واجبا. خذ الاقتران قال تحليلها، يبقى اذا يجب عليك حتى تتحلل مما حرم عليك، حرم عليك او تدخل الصلاة ان ايش؟ تسلم. ان تسلم، فهذا ارقى. يبقى الدليل هنا ايش؟ اعلى 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 مما يدعو عليه، صحيح ولا لا؟ هذا النظر الذي فيه، لان استدل به ففيه نظر والنظر مردود. نعم. ها اريد بقى انت خلاص، انت قلت لي جئت بالنظر نرد عليه. ننظر في الفيسي يقولون معنى ولا انتم؟ ها طب هذا مصير شيخنا، ممكن نقول الجواز الاستدلال بالاعلى للادنى. ممتاز، طالما اتى بالاعلى يبقى ايش؟ يبقى هو يتضمن الادنى. لو قلنا انه يجب عليه السلام ومشروع، يبقى اذا هو مشروع يتضمن المشروعيه. فهمتم؟ فالاستدلال به ايضا كان في نظر، لكن الاسلم في ذلك عشان المشروعيه نقول ايش؟ ان النبي فعل ذلك، فعل النبي. ولان التاصيل اصوليا على 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 جمهره الاصوليين ان 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 الافعال على الاستحباب وليست على الواجبات. لكن هو ايضا فيه نظر اخر، لانه فعل النبي اقترن بقوله صلوا كما رايتموني اصلي. فهمتم؟ لكن هو يقول لا، دعنا الان خلينا بالفعل، لان النبي رفع اليدين ولانه سبح والهيئات موجوده. يبقى اذا الاستدلال به مرتبا اقوى من الاستدلال بقوله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فهنا قال الاتفاق، اتفق الائمه الاربعه يعني على ذلك. قال واختلفوا في عدده، فقال ابو حنيفه واحمد هو تسليمه. شوف عشان نتكلم بحق، الخلاف دايما لما تضبطه وترسمه بعد كده، انا ساستخدم السبوره كثيرا، وترسمه ستستفيد جدا. الخلاف هذا الذي وقع بين العلماء ايضا طرفان ووسط، منهم من يقول بان العدد تسليمتان، العدد تسليمه التفصيل. التسليمتان هذا قول ابي حنيفه وقول احمد، التسليمه هو قول مالك. وما ادري مالك من وين اتى بهذه المسائل، وقف مع حديث عائشه، حديث عائشه منكر ايضا في هذا الباب، لكن دعنا مع الادله، مسرح الادله سيبين لنا المساله. يبقى طرفان ووسط، طرفان وسط. تسليمتان تسليم التفصيل، تسليمتان وقول ابي حنيفه واحمد، تسليمه واحده قول الامام مالك. الامام الشافعي قال بالتفصيل، المساله على السماع، ان كانوا قله فالتسليمه واحده تكفي، فيكفي بذلك الخروج من الصلاه. اذا كانوا كثره يبقى تسليمتان لما؟ للاسماع، يعني الحاجه هي التي دعت الى ذلك. طيب الى الادله، الى مسرح الادله في هذا الباب، الى الادله. فقد قال ابو حنيفه واحمد قالوا تسليمتان، واستدلوا على ذلك بفعل النبي، وان النبي كان يسلم تسليمتين، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من عن يمينه وعلى شماله. قال يسلم على أخيه، لأنه في التفسير في هذا والتفصيل أنهم قالوا لما يسلم عن يمينه وعن شماله. نعم. وفي لفظ أن ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ولذلك زيادة بركات، وهذه زيادة منكرة لم تصح، وإن كان حسنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ها لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه منكرة. على مين فقط؟ على مين فقط؟ فيها نكارة. أغلب من رواه في الصحيحين وفي غير الصحيحين في السنن كلها وقف عند السلام عليكم ورحمة الله، أغلب ما في الصحيحين وفي السنن. فإذا الوقوف عندها هو الأولى والأحسن. قال وقال مالك هي واحدة، واستدل على ذلك بحديث عمار بن أبي عمار، كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه في الصلاة يعني تسليمة واحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمه واحده تلقاء وجهه. هذه فيها نكاره. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ارضاه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه فسلم تسليمه واحده. والحديث لما ينفرد، انا اقول لكم فائده حديثيه مهمه جدا لطيفه، اذا انفرد ابن ماجه بتخريج حديث فهو للضعف اكثر من الصحه. اذا انفرد ابن ماجه بحديث عن اهل عن اصحاب السنن فاعلم ان هذا حديث ضعيف. هو ليش ابن ماجه دخل في الكتب السته؟ مع ان ابن ماجه اكثر السنن ضعفا، لكن هو دخل وما دخلش الموطا طبعا البلاغات. لما؟ لانه في كثير من الاحاديث التي انفرد عنها عن اصحاب السنن، فالانفراد هذا ميزه، لذلك دخل من كتب الست. دي لطيفه حديثيه لو تفهمون، مفهوم؟ ضعف اكثر منه اه نعم.
ما الذي جعله لانه احتماليه الصحه موجود، احتماليه الصحه والطرق موجود. نعم. ولان التسليمه الاولى قد خرج بها من الصلاه فلم يشرع ما بعدها ثانيه، وهذا هذا من ناحيه النظر عند المالكيه. التسليمه الاولى خرج لا نحتاج الى الثانيه. قد يرد عليه الشافعي يقول نحتاج اليها ايش؟ اسماعا اسماعا، فهم كيف؟ واما الشافعيه ففصلوا القول، فصلوا القول في في المساله، فقالوا نحن مقاصد الشريعه تحكمنا، اما الاتفاق على التسليمه الاولى في احد خالف؟ ما احد خالف. طيب قالوا والمساله على الحال، لسان الحالي، لسان الحالي هو الذي يعني يمكن لنا بالقول. قلنا له ولما جعلت تسليمه ثانيه؟ مع انه سيخرج من التسليمه الاولى كما تقول انت، الشافعي يقول بذلك. فيقولون المصلحة اقتضت بذلك للإسماع، لأنه الأول قد لا يسلم، فنقول يبقى التسليمة الثانية كانت نافلة للإمام، ستكون لمن لم يسمع في مؤخر الصفوف إيش؟ فرضا، لأنه سيسلم التسليمة الأولى. وطبعا هذا غير غير وارد عندنا في عصرنا هذا، مفهوم ولا لا؟ لأن الصوت قد قبله الميكروفونات. نعم، الناس بيصلوا لإيمين ولا إيش؟ الناس بيصلوا لإيمين في عصرنا هذا؟ لا، في ماليزيا الناس بتصلي كثير الحمد لله. نعم. قال واختلفوا على التسليم من الصلاة. واختلفوا هل التسليم من الصلاة أم لا؟ يعني هو من الصلاة، جزء من الصلاة أو ليس من الصلاة؟ أنت أحزنتني بقولك هذا. والله أحزنتني حزن شديد جدا، أقسم بالله. تعرف ليش؟ أنت مش متصور أنا ليش حزنت. علامة خراب شديد. لا مش علامة خراب فقط، هي علامة خراب وعلامة عقاب. لذلك منعنا الله من صلاة الجمعة. ده أكبر من الأسباب التي جعلها، لأن الله يجعل المنع بسبب ليحاسبه، لكن تكون تقديرا يبقى بسبب هذا، لأن الله علم أننا لا نستحق. مشكلة كبيرة، أو يكون البلاء تشوق القلوب للخلص من الناس يتشوقون، لكن أننا نمنع من الجمعة والجماعات والمرض ينزل يمنع الناس بهذه الطريقة وتقدير إلهي، في شيء عندنا، في شيء عندنا. قال اللهم إنك تعلم أنني لست بخيرهم ولمكان نبيك توسلوا بي، اللهم انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، اللهم اغفر لنا. نزل المطر، اللهم اغفر لنا، اللهم انا نتوب اليك علما وسرا ونستغفرك ونتوب اليك، نؤوب ونرجع ونسرع الفيء اليك وانت ارحم الراحمين. عامة يعني يملا قلوبنا بشاشه وبشرى بان من صدق الله فاقترب اليه تلقاه الله من بعيد. قال من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، عبدي متى أتيتني قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. هكذا الله. أما البشر لا تعبأ بأحد، لا تعبأ بأحد. الأصل أنك تعبأ بما بينك وبين الله، والأصل أنك لا تنظر لكلام أحد كائنا من كان إلا لكلام الله وحكم الله فيك. احتضنه وقال من يشتري مني العبد مزحة. قال إذن تراني عندك، تراني كاسدا يا رسول الله. قال لا والله، ولكنك عند الله لست كاسدا. سبحان من لا يعلم أخلاق، من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. بيع يوسف بدراهم بخس، بدراهم معدودة، بثمن البخس دراهم معدودة، لو كنتم تعلمون. المسألة كن بينك وبين ربك، هذا الذي يرتقي بك إلى المعالي. الله المستعان. فمعنى أنه يقول حرمنا من الجمعة أو حرمنا من الجماعات بسبب المرض الذي نزل، وتكلم المتخصصون في ذلك لهم القول والفتوى، لكن لابد أن نرجع إلى أنفسنا في هذا الباب، لابد. ومع ذلك نقول مع التمييز ستكون الرفعة بطهارة العبد مما اقترفت او اقترفت يده. يعني ما زال الناس لا يستيقظون. اللهم ايقظنا واجعلنا من اسرع الناس توبه وفيئه دون ان يمر الوقت علينا ونضيع. اللهم امين رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. المساله التي تليها اختلفوا في التسليم من الصلاه، هل هو من الصلاه ام لا؟ قال مالك والشافعي واحمد هو من الصلاه، وابو حنيفه خالفهم في ذلك. صراحه الصلاه على هذا المذهب لا تستقيم بحال من الأحوال، يغفر الله لي. الصلاة على مذهب أبي حنيفة لا تستقيم بحال، لا يمكن حتى يتذوق فيها المكلف حلاوة الإيمان بالصلاة فيها، لا يمكن. الصلاة على مذهب أبي حنيفة الأمر مغترب جدا، والحمد لله على أننا يعني من أهل الأثر، نبحث عن الأثر وندور حوله
يعني حيثما دار. لو ايش المسلمون احنا المسلمون ايش يعملون الحذفيه بجبلة. اللهم اجعلنا من ارفع الناس اتباعا لاثر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم امين رب العالمين. هل التسليم من الصلاه ام لا؟ قال مالك والشافعي واحمد من الصلاه، واستدلوا على ذلك بان النبي قال هنا يستدل مفتاح الصلاه التكبير وتحريمها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، شوف انا اريد منكم انتم وجه الشاهد وجه ايش الدلاله. صلى النبي ومن قطع عن سلامه قط في صلاة، وقالوا صلوا كما رأيتموني يصلي. أريد وجه الشاهد وأريد وجه الدلالة. صاحب اللبن المقطع، لا وجه الشاهد من النص مش من كلام، ما من النص أتلد فعلا أو قولا. تقول استدام النبي على التسليم وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، وجه الشاهد وجه الدلالة. أنت أعمق من ذلك، خطأ، أنت أعمق من ذلك حبيبي ماجد. تفضل أيها الشاعر الرقيق. أنا شفت أن الأصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، ولما يضاف إليه الأمر صلوا كما رأيتموني يصلي يكون على الوجوب. مجاهدة وتكون مجاهدة وجمال. أنا ما سألت على الوجوب، سألت هي من سطر ولا لا، لكن جمال رائع. كيف أرد عليك بشعر يرضيك؟ ما في؟ ها وجهين من الدلسين. ها الوجه الأول النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا. طبعا أنا عمال أجيب لك حاجة للنص بوجهين هذه، يعني عايز وجهين من الدلسين. خلاص يبقى كده أرحتني. ها أقصد وجهين، يبقى لابد من التقدير، والأصل عدم التقدير. صاحبنا اللغة العربية معاه بكلماء هو هذا، والأصل عدم التقدير. صحيح الله يا عمي، بضربك من تحت لتحت يعني. رضي الله عنك أستاذ عم، أحسن الله عليك. تفضل. قدرت هو هذا. تفضل. أجهل التلال. نعم. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وبين بفعله صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة، فدخل أن كل فعله يدخل فيه. هو هذا الوجه الأصيل، هو صلاة سماها صلاة. يبقى كل ما أتى به النبي فهو صلاة. فهو من الصلاة. يعني رفع اليدين من الصلاة ولا ليس من الصلاة؟ من الصلاة. لأنه قال صلوا كما، يبقى هيئته تسمى إيش؟ صلاة. يبقى تسليمي يسمى صلاة. صلاة. هات الوجه الزايد بقى عندك. ما في ولا وجه ثاني ولا شيء. أن الأصل في عبادة التوقف. ما هو خلاص هو بيقول. هو أصلاً الأحناف سيذيبون ما عندك في الوجه الثاني. لأنهم يقولون هذا 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 تحليل خروج. والخروج من الشيء ليس منه، فاحنا ادخلناه بايش؟ بالنص هذا في الباب. فهمت؟ فما فيش وجه زائد، هو الوجه الصحيح وهذا. يبقى اذا هذا وجه الدلاله في مساله ان السلام من الصلاه. اما الحنفيه فالحنفيه يقولون هو ليس من الصلاه، يقولون ان التسليم ليس منها ولا يتعين الخروج من الصلاه بها، بل اذا خرج بما ينافي الصلاه اعوذ بالله. كيف تكون صلاه هذه او حدث؟ يعني لو احدث بعد الجلوس أتم صلاة بالله، هل يمكن لصلاة أن تكون صلاة مقبول بهذا؟ والنبي يقول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني ده وقوف بين يدي الله جل فعلا. ثم يقولون كل ما ينافي الصلاة يخرج بها منه حتى ولو الحدث. لذلك قلت الصلاة على وجه الأحناف سيء جدا في هذا الباب. لا يمكن أن تكون صلاة مستقيمة. فقالوا ذلك، والدليل عندنا ظاهر وواضح أنها من الصلاة. لكن عندهم إشكال آخر أو شبهة أخرى، لأن أنا قلت لكم حتى صاحب البدعة لابد له يكون له شبهة، حتى الشيطان له شبهة. يعني لا تقولوا لي أن المخطئ ليس له دليل، اعتدت ستجد، لكن هو ليس دليل، هو إيه في حقيقة أمري؟ رحمه الله، في حقيقة أمري أن يكون إيش؟ شبهة. وش الشبهة اللي عندهم؟ قالوا إن النبي لم يعلم المسيء لصلاته التسليم. والقاعدة العامة التي نتفق عليها في المدرستين، في المدرسة مدرسة الأصولية الأصولية في المدرستين، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. قلنا أخطأتم خطأ عظيما. ليش؟ ماشي. هو ما أخطأ المسيء في التسليم بعد سأل. نقول أن النبي علمه من خرم عنده من الصلاة وما استقام أعلمه إياه، انتهى الموضوع. علمهم الخرب عندهم الصلاة. هم يقولون من الجلسة لا والجلسة هم يقولون بها، وهو لم يعلمه إياه.
بس هو قاده اجلس حتى اطمئن جالسا فكانت عمله طواف عزاف خسارة كلها خسارة كلها فادخل فيها. فالمهم من الغرض مقصود الأوفق في ذلك أنه إيه؟ أنه لم يعلمه من إلا من خرم عنده في الصلاة وتكون شبهة أيضا واهية. قال واختلفوا فيما يجب منه، فقال مالك والشافعي التسليمة الأولى هي الواجب، هي فرض على الإمام والمنفرد. وقال الشافعي وحده هي على الإمام والمنفرد وإيش والمأموم، يعني الذي يجب الخروج من الصلاة هي واحدة. وقال أبو حنيفة وهذا كله مرتكز عليه، على إيش يا نصير؟ خاف هذا يرتكز على إيش؟ لأنه ما كانش منتبه. أنا إيش سألته؟ كلام الشافعي بنظره للحال الخلاف، الخلاف يرتكز على إيش؟ وش أصل النزاع؟ التسليمة الثانية. ممتاز، ما التسليمة الثانية نتكلم فيها. وش أصل النزاع في اختلافهم على مسألة إنه الإمام والمنفرد والمأموم؟ مش عندك يا محمد؟ تفضل. هل التابع يعني هل المأموم؟ قلت لك مش عندك. هي تفرس. هي تفرس. إذ ثبوت الحديث النص إن ثبت أنه سلم تسليمة واحدة كان الأمر على الجميع. إن ثبت أنه سلم ليلة أنه قد صلوا كما رأيتموني وصلوا، فالتابع مش هيدخل مش هيخرج من ذلك. يبقى المسألة على ثبوت النص، المسألة متفرعة على ثبوت النص. فهمتم ولا؟ طيب الحمد لله. إذا قال الشافعي وقال الشافعي وحده على المأموم أيضا. وقال أبو حنيفة ليست بفرض في الجملة. اختربت الصلاة عند الرجل، يغفر الله لي في هذا القول، لكن حقا لا استقامة ولا استقامة ولا حلاوة صلاة يمكن أن نجدها هنا بحال من الأحوال. واختلف وطبعا بقى في خلاف عريض جدا على الكلام المعتمد عن أبي حنيفة، يعني كل الكلام هذا منقول، يعني ليس له إيش، ليس له ثبوت سندي صحيح عن أبي حنيفة، لذلك لا نتبع أنفسنا في ذلك. الكلام هنا على مسألة أن أن أنه يجب عليه تسليمة واحدة، الواجب تسليمة واحدة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك قال ابن المنذر قال أجمع العلماء على أن الصلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وهذا كله مرتكز على حديث سلمة بن الأكوع وحديث عائشة أنه سلم تسليمة واحدة قال واجب. تفضل. شكرا حضرتك حبيبي يدرس المذهب ده وعمل بالكلام ده، درس المذهب بيقلد بيقلد طب وعمل بيه تبرأ صحته، مع ان انا ارى ان صلاته باطله لكن تبرأ صحته. فسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لكن الحق ان هو لابد يبين له ان هذا مخالف للنص فلابد ان تخرج من المذهب. ده مذهبي انا اعتقد، لا لو ده مذهبي وقالوا الحديث لابد وجوبا يخرج الحديث، لكن مقلد ما عملش حاجه. هجيب واحد باكستاني اكلمه اضربك بالنار. لو قلت له ان السلام واجب يبقى انت في عداد الموتى. والاتراك نفس الحكايه، سلم بعد التسليمه الاولى مع الامام. ما فيش شيخ ده، هو ما اصلا ما بيفهمش، بعدين قائم قاعد ما عندوش لا 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 الاطمئنان واجب ولا الرفع من الركوع واجب، يعني هو راكع نازل ساجد. الصلاة مختربة جدا في هذا المذهب صراحة يعني. فالتسليمة الثانية والحق أن التسليمة الأولى واجبة لحديث سلم أكوع، ولأنه ورد على ابن مسعود أنه لا يلبس الشيطان على أحدكم يرى أنه لابد أن يسلم عن يمين، يعني ممكن يسلم عن شمال. قال أكثر ما رأيت أنه يسلم عن شمال على تسليمة واحدة. فالتسليمة الواجبة تسليمة واحدة. واختلف التسليمة الثانية، فقال أبو حنيفة وشافعي وأحمد في قوليه في أحد قوليه أنها سنة، وهي سنة حقا يعني. وقال مالك لا تسن، أو مالك أيضا في هذا الباب عجيب جدا، قال مالك لا تسن التسليمة الثانية لا للإمام ولا للمنفرد، فأما المأموم فيستحب له عنده أن يسلم ثلاثة، يسلم ثلاثة، يسلم اثنتين عن يمينه وشماله والثالثة تلقاء وجهه. ما في أي أدلة تبيح له ذلك، ونجمع بين هذه الأدلة، ما في أي أدلة له في هذا الباب صراحة. ما مسألة صحيح فيها أن نقول أن السلام الأول هو الواجب والسلام الثاني هو مستحب، يعني إذا سلم الأولى فقد خرج من الصلاة والثانية مستحب. ولذلك نحن نقول يجوز للإنسان، وثمرة الخلاف إيش ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف أنه المتخلف، يعني إيه المتخلف؟ لأنه هو متأخر، له أن يقوم بعد التسليمة الأولى، ما ينتظر التسليمة الثانية. والأمر الثاني شوف لو أنا جيت وهو سلم التسليمة الأولى الإمام، وما أدركت معه الجماعة، لو سلم السلام الأولى ما أدركت معه الجماعة، يبقى ينتظر حتى تكون الجماعة الثانية أو غيرها. نعم تفضل. لم يسلم الثانية لكنها من الصلاة. ما هي من الصلاة، ما قلنا شيء، بس الواجب قد انتهى. فهو في الاستحباب بقى هل يكون متابعا
في 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 مسألة جابها في الاستحباب أم لا؟ في نزاع بين العلماء. خلاص عند صلاة صحيحة. وهذه ثمرة ثالثة. تفضل أستاذ. هذه ثالثة. نقف عند هذا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.